Bonjour. Děkuji. Má si kahraba. Větrný, má si kahraba. Good morning. هلا هلا مشكلة الكهرباء خي وين حطها؟ مشكلة الكهرباء انه اوكي كهرباء انه راح ما في انترنت ما في شارج ما في شيء ما في كهرباء. الشغلة الوحيدة اللي عنا بالعائلة كثير بيعانوا فيها وانا ما عندي مشكلة فيها هي الاي سي. انا ما بشوب لتري ما بشوب لايتو شو لابس وكنت متغطى وبلا اي سي ما بعرف ما بشوب ما بعرف ليه هيك ال جاني من التبريد طبعا ما بعرف شو يسموه بس ايه انا هيك تصور ليترلي كل شيء عايشينه بهالوضع. فحتى بنزين ما في بنزين ما عندي بنزين سيارتي. ف بدي اجرب روح مشي وين ما بدي اروح بدي اجرب ما بعرف اوف الشوب يا الله بفكر جنهار نرجع على هدري بارك لحد السيتي مول هيدا قد ايه لهم مسكرينه هيدا؟ وايش؟ قد ايه لهم مسكرينه؟ روكنت كثير اجى لهون كثير هاي جنهار زيت جروب ونفوت عليها انا مودي سليم اريتشو ريتا و خلص رح قاعد سامي ايه بدها تفوت عليها بالليل لا بالليل ما حيبين شيء بالنهار ما بتخوف لو بدها نفوت على حديقة الاشباح بس رح نفوت هون و متى اطلع بها؟ بها يلا هلا اكيد يلا ليكو لو نزلنا اكثر كنا نزلنا انا كنت بشوف عرفنا وطلعنا نعرفكم على سلوم سلم سلوم ليك في شبه شوي شو؟ وين دي سي؟ وايت بس هيك مش شادي بس كله وايت؟ بس شو شادي وايت
باكلوا شريط بطن مرة ومرتين. خلينا نشوف العالم شو وضعهم اليوم. هلا انا عندي كاستينج ب نسيت شو اسم المنطقة، وهي عندي من الساعة 6:30 لل8، وهلا الساعة 6. بدي اروح بكير وخلص منها. مثل العادة ما في كهرباء هلا. امبارح كنت ساردها ما بعرف اي ساعة، انه ما ظهرت يعني ما كان اجري اظهر. كنت ساردها على نتفليكس عم بحضر لكازا سيزن 5. نو واي حلو. لكازا هو احلى سيريز عندي، مش انه بين احلى سيريز، هو احلى سيريز. على فكرة شو قصة فرانس؟ ليش كلنا عم نروح على فرانس؟ هالشهر في 9 من رفقاتي راحوا على فرانس، واحلى شيء ممكن يعملوه. One eternity later. وصلت عم حال دن اللوكيشن، بس ما بعرف اول مرة بيجي لهون، وهذا كتير غريب المحل. شو هو خي؟ اوكي مفروض هون. اوكي لا ما بعرف عشان شو عم بتطلع. سوري هون في محل عم بيعملوا كاستين. خلصت الكاستينج من شوي وهلا انا بودنز بدي اجيب كيك لامي لانه عيده. شو منجيب محتار؟ عبالي ها انه ما خسنا انا، بس كنت بشيل لوتس كيك لانه امي بتحب اللوتس. ما بعرف شو بجيب. سوري فيك تكتب لي شي عليها؟ هابي بيرثداي مام. ما اكتب لها بيرثداي مام عليها. يقبر قلبك. بدي كمان بليز 3 بالتيستي ستاس على الغرب. طب هيدا كل شي 100%. على الحساب هلا 100%. قد ايه؟ اوكي مش كتير اللي يقبرني ربك. امبارح ما قدرت ارجع احكي من بعد الكاستنج واقول شو عملت وهيك. مثلا رحنا عود جبت كرتون امي ونمنا عند راي بعدنا بزيت تياب ونمنا عند راي. هلا نحن جينا عود نجيب مقاييس لنروح الصبح. واعي سام عساسي روح عبي بنزين لانه الصبح بيقدر يعبي شي هيك. فوقت رجع كنا كلنا نايمين. وين كنت انت؟ كنت نايم وقت دق سام. ايه الصبح؟ ايه كنا كلنا نايمين. قعد ساعة لقد يدق وما في كهرباء للجرس فيدق ونحن نايمين. قعد ساعة. ايه اسمه سورية. اهلا فكرة سام جيب سيارة. هلا إذا بتنقطع الكهرباء نحن بنلفوف. زحت انا ازيت ايرس فا ايه هيدا هو الفلوغ. ان شاء الله تكونوا حبيتوه. بعرف انه كان عصير بس
شو بدنا نعمل؟ انت عم فكر لفيديو الجاي عمل رياكشن للتيك توك ساوندز تابولاتي، انه العالم اللي عاملين مستعملين تيك توك ساوندز تابولاتي. يا الله ثاني عادي صارت خريات كشلنا خرياته بكيس لفالور، سوري لفالور ما قصدي شيء. ايه فاذا بتعرفوني من تيك توك وبتعرفوا فيديوهات على تيك توك اكتبوا بالكومنتس اي فيديوهات بدكم اعمل رياكشن لالون وبعمل مثل العادة. عملوا لايك سبسكرايب شير وهالقصص وبشوفكم مرة الجاي. يلا بيس. إذا بعدكم عم تحضروا كومنت انتي كونستيتيوشنالمون يلا باي.